اللهم من ظلمني أو سبني أو شتمني أو أخطأ في حقي أو أخذ مالي، إن كان ميتا فاغفر له وسامحه، وإن كان حيا فمتعه بالصحة والعافية، ارزقه في أهله وبدنه وحياته حياة سعيدة إلى أن يلقاك. اللهم من ظلمني أو سبني أو شتمني أو أخطأ في حقي أو أخذ مالي، إن كان ميتا فاغفر له وسامحه، وإن كان حيا فمتعه بالصحة والعافية، ارزقه في أهله وبدنه وحياته حياة سعيدة إلى أن يلقاك. اللهم من ظلمني أو سبني أو شتمني أو أخطأ في حقي أو أخذ مالي، إن كان ميتا فاغفر له وسامحه، وإن كان حيا فمتعه بالصحة والعافية، ارزقه في أهله وبدنه وحياته حياة سعيدة إلى أن يلقاك. اللهم من ظلمني أو سبني أو شتمني أو أخطأ في حقي أو أخذ مالي، إن كان ميتا فاغفر له وسامحه، وإن كان حيا فمتعه بالصحة والعافية، ارزقه في أهله وبدنه وحياته حياة سعيدة إلى أن يلقاك. اللهم من ظلمني أو سبني أو شتمني أو أخطأ في حقي أو أخذ مالي، إن كان ميتا فاغفر له وسامحه، وإن كان حيا فمتعه بالصحة والعافية، ارزقه في أهله وبدنه وحياته حياة سعيدة إلى أن يلقاك. اللهم من ظلمني أو سبني أو شتمني أو أخطأ في حقي أو أخذ مالي، إن كان ميتا فاغفر له وسامحه، وإن كان حيا فمتعه بالصحة والعافية، ارزقه في أهله وبدنه وحياته حياة سعيدة إلى أن يلقاك. اللهم من ظلمني أو سبني أو شتمني أو أخطأ في حقي أو أخذ مالي، إن كان ميتا فاغفر له وسامحه، وإن كان حيا فمتعه بالصحة والعافية، ارزقه في أهله وبدنه وحياته حياة سعيدة إلى أن يلقاك. اللهم من ظلمني أو سبني أو شتمني أو أخطأ في حقي أو أخذ مالي، إن كان ميتا فاغفر له وسامحه، وإن كان حيا فمتعه بالصحة والعافية، ارزقه في أهله وبدنه وحياته حياة سعيدة إلى أن يلقاك. اللهم من ظلمني أو سبني أو شتمني أو أخطأ في حقي أو أخذ مالي، إن كان ميتا فاغفر له وسامحه، وإن كان حيا فمتعه بالصحة والعافية، ارزقه في أهله وبدنه وحياته حياة سعيدة إلى أن يلقاك. اللهم من ظلمني أو سبني أو شتمني أو أخطأ في حقي أو أخذ مالي، إن كان ميتا فاغفر له وسامحه، وإن كان حيا فمتعه بالصحة والعافية، ارزقه في أهله وبدنه وحياته حياة سعيدة إلى أن يلقاك.